فحنين الروح بمعنى أنه هذه الروح تحن إلى أمها. الأم سميت الأم أما لأن الطفل يقصدها في لبنها. أم القرى، كل القرى تقصد مكة المكرمة، أم الرأس. فالأم بمعنى ما كان مقصودا، الله سبحانه وتعالى هو المقصود. فالروح لها حنين إلى مقصودها، إلى من؟ إلى ربها. فحنين الروح يعني أنه الروح تحن حينئذ إلى ربها وإلى موطنها. موطن الروح الجنة، فحينئذ هذه الروح الإنسانية تحن إلى الجنة كما يحن الإنسان إلى وطنه.